مثل ما شفنا قدرنا نضيف ستيكرز على الصورة، وقدرنا نغير من الإضاءة، نجرب نغير من الألوان. مثل ما احنا شايفين سطوع الألوان تكون حادة أو بالأبيض والأسود، راح أخليها بالأبيض والأسود عشان تكون واضحة أكثر في الشريحة. أضغط على سيف. طبعا عندي هني أكثر من شغلة ممكن تفيدني بإني أضبط الصورة. عندي الكروب، أقص الصورة إذا كانت وايد كبيرة أو أغير من السايز. يأتي رسالة will this image will be upload to your media library. أضغط على upload، راح تكون عندي الصورة هني بعد التعديل. أصغر عندي هذه، أتوقع أنها قص الصورة، أقدر أقصها. هذه إني أغير الصورة، مثلا أبي أرد الصورة القديمة، هذه رديتها. حابة أكتب تكست ثاني، أنا أبي أذكر شغلة بس بسيطة، ما راح أغير بالكتابة بس بكبر الخط. مثلا هذا التكست احنا مثل ما احنا شايفينه انه موجود فوق الصورة، ممكن اضغط على رايت كليك وخلي send backward، نشوف انه راح وراء الصورة. ممكن ارد مرة ثانية، bring to front، يطلع لي فوق الصورة. عقب كذي اذا خلصت سويت الشرايح مالتي كاملة، اضغط على save. إذا حابة إني أسيبها في البرنامج نفسه اللي هو الباوتون بحساب بإيميلي، أو أسوي له إكسبورت أرسله على اليوتيوب أو التويتر أو الفيسبوك. إذا بضغط على اليوتيوب مثلا راح تفتح لي الصفحة. أنا ضايفة أكاونتي باليوتيوب، ممكن أضيف أكاونت ثاني إذا أنا حابة إن أد أكاونت. عقب أضغط على نيكس. أنا مو حابة إني أرسل الباوتون مالي الحين على اليوتيوب، بس هذه الطريقة باختصار. أتمنى إن فادتكم وكانت سهلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.